أيام قليلة تفصل ما بين انتهاء موسم الاصطياف وبداية العام الدراسي. تستغل العائلات الزمن المتبقي لتقصد الشواطئ، خاصة وأن درجات الحرارة مرتفعة جدا هذا العام. تنفس هؤلاء الأولاد الصعداء بعد فترة حجر صحي قد لا يفهمون سببه إلى اليوم، إلا أن ما يهمهم في هذه اللحظة هو الارتماء في حضن مياه البحر المتوسط. كنا في الضيق وأنا صابقة يا حمد الله، أنا جبنا دراري باش ينحوا على خاطرهم، تغمينا بزاف من هذاك المرض، إن شاء الله ربي يرفد علينا. واحد جاب دراري وجاب الدار باش يسولاجي شوية يبدل شوية. راك تعرف الصيف ما بقالوش بزاف، راح يخلص ديجا، إنسان يبدل شوية جو. لا تغيب أعين جهاز حرس الشواطئ عن الأطفال وهم داخل البحر، وما بين ذهاب وإياب يبقى هؤلاء على أهبة الاستعداد للتدخل عند أي طارئ. رغم هذا فقد سجل الجهاز منذ 15 من أغسطس 46 حالة وفاة غرقا، كان سببها إما السباحة خارج أوقات دوام حرس الشواطئ أو التواجد في الأماكن المحظور السباحة فيها. هذا الجهاز قام بتدخلات مقدرة ب 15,000 تدخل، هذا ما سمح بنا الإنقاذ من الغرق 10,800 مصطاف، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لما يقارب 4,000 مواطن عبر المراكز الحراسة التابعة للحماية المدنية الجزائرية. هو إذن العد التنازلي بالنسبة لهذه العائلات وأطفالها، وسيكون عليهم العودة إلى منازلهم والاستعداد لانطلاق العام الدراسي وتذكر موسم اصطياف لا يشبه سابقيها، فقد اقتصر هذه السنة على عدة أيام عوضا عن عدة أشهر. ليست الشواطئ وحدها من تأخذ أرواح بعض المصطافين، فقد سجلت مصالح الدفاع المدني 69 حالة وفاة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و16 سنة عبر مختلف المسطحات المائية خلال 3 أشهر. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.